وقت اللي تمت معناها فيما يتعلق بالهيئة الوقتية اللي التي ستحل محل مسلع القضاء فيما يتعلق قانونها في المشروع نتاعو، احنا بريسك فما اجماع على انه اعضاء المجلس الاعلى للقضاء السابقين ما عندهمش حق اعاده الترشح عاديه من يعني هذايا لانهم ارتبطوا بالنظام السابق، ارتبطوا خدمه نجيو نقام هما بيدهم بعد الثوره عاودوا يحيوهم هما بيدهم، يعني هما باش نعاقبوهم، احنا باش نعاقبوهم ونقولوا راه ما عندهمش حق الترشح في الهيئة الوقتية، أما ما يسالش يعملون الحركة تو هذا مش تناقض، هو تو هذا مش تناقض. لكن السيد فاضل السيحي كلمناه، احنا نوايا كلمناه اون فيت، وقالنا انه قانوني الشيء هذا، انه معناتها يقع معناتها حسب اللوا 67، انه معناتها قانوني يبقى احيائه، وانه بعمره معناتها ما وقع. من علاش عملنا الثورة احنا؟ من ايش علاش تعمل الثورة؟ وكيف يفسر هذا عدو في الهيئة الإدارية التجمع؟ عدو المسلع القضاء وليه عدو إداري في النقابة زاد؟ مش في الجمع معناها هو يعدها هذا هذا السيد هذا هو اللي قام بالحركات القديمة زيد تو معناه هو يعمل حركه وفما مؤشر اخر على انه ما فماش نيه نتاع سلاح مباشر وفور، انه فما زوز يعتبروا الصندوق الاسود نتاع قضاء تونس زي لطفي الدواس مدير المسار العدليه السابق ومحرز الهمامي المتورط في محاكمات نتاع مئات السنين، هذوما التو مازالوا مسيبين وهذوما مازالوا يدوروا واولادهم وابنائهم اللي هو في القضاء هم قاعدين نيابه عنهم قاعدين يتصدوا لمطالب تطهير ومطالب اسلاح. هذوما وينو؟ وينو وزير الداخلية القبض على الشخصين هذوما؟ وينو النيابة العمومية باش تبعهم هذوما من أجل جرائم؟ النائب في مجلس التأسيس عبد الرؤوف العايدي يقول أنه لطفي الدواس مدير المصالح العادية السابق قراو خرج فيورغونات فيها بديبوات درشيف نتاع ملفات من وزارة العدل، لم يتم فتح بحث في هذا، ولم يتم تحقيق في هذا، ولم يتم تساؤل عن هذا، ومحرز الهمامي هذا وين؟ محرز الهمامي هذا ياما اصدر احكام على الناس بعشرات السنين، وياما خرب القضاء، وياما تواضع في افساد القضاء وفي حتى الانقلاب على جمعيه القضاء. اعطينا مثال بالله في الفساد. محرز الهمامي هذا المحاكمات السياسيه كل تمرت عليه، محكوم على محمد عبو، محكوم على محمد عبو بثلاث سنين ونص. هذا قضاء الارهاب كانت تحال اليه. كان رئيس دار جناحية في تونس، ورئيس دار جنائية في تونس، وكانت الهيئة الانقلابية على جمعية القضاة كانت تأتمر بأمرته، وهذم اللي قاعدين توا منتسبين النقابة ذوما من تلامذ، وين صندوق الاسود هذا علاش ما نفتحش؟ ولطفي الدواد هذا علاش ما تمش القبض عليه؟ وهذا حسب رأيي أنا هو مفصل الحديث. سامحني انتم معناتها كقضاة علاش ما قدمتوش شكاية بهم؟ بيسكو هم متورطين معناتها للدرجة هذه. هذم مفتوحة فيهم قضايا، قول له علاش ما وقفتهمش؟ راهم في تونس، علاش ما وقفوهمش؟ راهم قضايا مفتوحة عند قول فيهم المحال بحال فرار، فيهم محال بحال سراح. وين؟ قول لهم شدوه. ما تسائلش هو يتبعوا في اللي ياخذوه. في اللي خذا رشوة بمليون باهي يتبعوا ذاك، لكنه هذا راهو النظام القضائي كامل فاسد. الأعضاء الفاعلين في المجلس الأعلى للقضاء اللي هما كانوا الرئيس الأول لمحكمة المحكمة الاستئناف بتونس، هذا الرئيس الأول هو كان رئيس أول لمحكمة الاستئناف بقفص، وكان مسؤول على هذه المحكمة إبان المحاكمات الحوض المنجم، ومن كل من عمل في تلك المحكمة يشهد بدوره الكبير في التأثير على المحاكم على الأحكام والتأثير على الهيئات الحاكمة، وأنه كان عنده دور في إصدار الأحكام الجائرة حتى ولو صبغت تلك الأحكام باسم غيره. بالنسبة للأعضاء الآخرين كما كنا وحكينا منذ البداية أنه الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس هو مرتبط ارتباط وثيق بالنظام البائد، وكان يبدي الولاء ويجاهر به لذلك النظام، ثم بعد الثورة أبدأ نفس الولاء ونفس الخدمات للنظام الحالي. وذكرت زميلتي مدام روضة كيف تجاوز هذا الوكيل العام صلاحياته وانتقل بعد أن رفض وكيل الجمهورية السابق المحكمة الابتدائية بتونس ونائبه
رفض الاستجابة لطلب السلطة، وهو طلب كان طلب مباشر في الانتقال إلى مقر التلفزة التونسية وفك الاعتصام الذي كان يشهده ذلك المقر، في حين أن الوكيل العام توجه إلى ذلك الاعتصام في محاولة لفكه إرضاء للسلطة، ورغم أن ذلك الإجراء مخالف للقانون وليس من صلاحياته. بطبيعة الحال حين تجد السلطة أشخاص من هذا النوع تستعملهم وتوظفهم لغايتها، وهذا التوظيف كان باديا وواضحا وجليا في هذه الحركة. كل من يقرأ هذه الحركة يقول أنها عليها بصمة رئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل العام بها. بطبيعة الحال هذا لمحافظة على نفوذهم وعلى وضع كل القضاة الذين يستجيبون لرغباتهم بكافة محاكم، وخاصة منها محكمة الابتدائية بتونس والمحاكم الموجودة في تونس الكبرى.